بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بفضل الله وكرمه تكلمنا في هذه المحاضرة على نعمة من أعظم النعم التي من الله بها على الخلق أجمع بعد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة سادة أهل البيت ونعمة مودة سادة أهل البيت. الهدف من اختيار هذا الموضوع هو تصحيح الفهم في أن الكلام عن ساداتنا أهل البيت ليس حكرا على أحد، وعلى أن ساداتنا أهل السنة والجماعة ومشايخ التربية والسلوك هم الذين رفعوا راية محبة سادات أهل البيت. إشارة أخرى إلى أن الواجب على سادتنا العلماء في هذا العصر خاصة حيث تتضارب الفتن، الواجب عليهم نشر مناقب ومآثر وأحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مناقب ساداتنا أهل البيت من باب تطعيم الجيل الصاعد وتحصينه من ناحية، ومن باب رفع الشبهة عن ساداتنا أهل السنة والجماعة. فكانت المحاضرة تدور حول هذه النعمة المعنوية، وهي نعمة الانتساب إلى ساداتنا أهل البيت، محبة ساداتنا أهل البيت، خدمة ساداتنا أهل البيت، وحاجة الأمة إلى الوقوف عند هذه النعمة فضلا عن سابق النعم. أسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في بداية الدروس المحمدية أن يجازي عنا شيخنا خير الجزاء، وأن يشافيه ويعافيه ويبارك لنا فيه، وأن يتم هذه الدروس وهو في صحة وعافية، وأن تكون على ما يريد من النفع العام لعامة المسلمين. وجزاكم الله كل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، نحمده سبحانه وتعالى على نعمه الوافرة، ونشكره عز وجل على آلائه المتكاثرة، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا في الآخرة سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين العطرة الطيبة الطاهرة، وعلى صحابته ذوي المناقب الفاخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المؤيد بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الجمع المبارك الكريم، يجلس إليكم في هذه اللحظات المباركة من هذا اليوم المبارك أستاذ من أساتذة هذه الزاوية الطيبة المباركة، ذلكم هو فضيلة الأستاذ أحمد معزوز، أستاذ بمعهد الزاوية في مادة الفقه وأصوله، والمنسق العام لملتقى الدروس المحمدية، يلقي على مسامعكم درساً موضوعه نعم الدنيا والآخرة في مودة العثرة النبوية الطاهرة رضي الله عنهم أجمعين، فليتفضل موفقاً مسدداً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بأنوار طلعة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وخلع عليه من حلل الجلال والجمال ما ملأ به القلوب وأدهش الأفهام، وجعله سبباً لكل خير ناله الخلق وواسطة لكل فضل وإنعام، ورفع ببركته قدر المنتسبين إليه وفضلهم على سائر الأنام، وفرض على أمته مودة أقربائه ومحبة أهل بيته السادة الكرام. فاللهم صل وسلم وبارك على الكمال المطلق والجمال المحقق، واسطة عقد الأنبياء والمرسلين، وقبلة قلوب الأولياء العارفين. وصل اللهم وسلم وبارك على آل بيته الأكرمين، سفينة النجاة وحصن الأمة الحصين. وصل اللهم وسلم وبارك على الأصحاب الذين فازوا بمجالسة إمام المرسلين، فكانوا دعاة حماة أمناء على هذا الدين. وصل اللهم وسلم وبارك على الأتباع وتابعيهم بإحسان، ومن أحبهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، سيدي الشيخ، السادة العلماء، أيها المجلس المبارك الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجلس بين أيديكم مستشفعاً بمن هو في هذا المجلس المبارك الكريم، ومستمداً من حضرة ساداتنا أهل الله، لأتطفل على مائدة ساحة ساداتنا أهل بيت مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس هناك شرف أعز وأجل وأعظم من أن يسخر الله سبحانه وتعالى العبد للكلام عن عطرة مولانا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، الذين فرض محبتهم في قوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وأستسمحكم سادتي لتكون هاته الوريقات التي جمعتها من كلام السادة العلماء رضوان الله عليهم على نهج بسيط مختصر، مدخل ومبحثين. أتطرق في المبحث الأول إلى سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم في تعظيم وإجلال ساداتنا أهل البيت، واعتبار أن ذلك من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الأمة. وفي المبحث الثاني بعض النعم الدنيوية والأخروية الظاهرة والباطنة التي أجراها الله على لسان مولانا رسول الله
صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحاح وحسان، كلها ببركة ساداتنا أهل البيت رضوان الله عليهم. وأستفتح أيها السادة بمدخل بسيط كمقدمة للمبحثين، فيه أربع نقاط متفرقة يجمعها شيء واحد، وهو تعظيم ساداتنا أهل البيت رضوان الله عليهم، واعتبار أن ذلك من أعظم نعم الله علينا. النقطة الأولى الوسطية والاعتدال. إن ساداتنا أهل السنة والجماعة ومشايخ التربية والسلوك هم الذين دانوا لأهل البيت النبوي بالمحبة والتعظيم والتوقير، وعرفوا ما لأكابرهم من دور في هداية الأمة والأخذ بيدها إلى طريق النجاة، فتمسكوا بحبهم واعتصموا بحبلهم. وفي ذات الوقت الذي يحبون فيه ويجلون فيه ساداتنا أهل البيت، يجلون ويحبون ساداتنا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فهم بهذا وقفوا موقف الوسط والاعتدال دون إفراط في الاعتقاد يؤدي إلى تعدي حدود الأدب مع ساداتنا الصحابة الكرام، ولا تفريط في محبة وحقوق مكانة ساداتنا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله ورضي عنه: روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وروي عنه أنه قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. ثم قال الإمام الرازي: ونحن الآن في بحر التكليف تضربنا أمواج الشبهات والشهوات، وراكب البحر يحتاج إلى أمرين: أحدهما السفينة الخالية من العيوب والثقب، والثاني الكواكب الظاهرة الطالعة النيرة. فإذا ركب تلك السفينة ووقع نظره على تلك الكواكب كان رجاء السلامة غالبا. فكذلك ركب أهل السنة والجماعة سفينة حب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعوا أبصارهم على نجوم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فرجوا من الله تعالى أن يفوزوا بالسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. ثانيا، مودتهم شعبة من شعب الإيمان وطريق من طرق السير إلى الله. يقول الحق سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ويقول في آية أخرى في سورة الفرقان: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وبالجمع بين الآيتين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، بالجمع بين الآيتين خلص أن مودة القربى إنما هو أعظم سبيل يتخذ للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فصارت مودتهم سبيل يتخذه الواد إليهم والمحب لجنابهم للوصول إلى الله. يقول الحافظ المناوي رحمه الله ورضي عنه: سلسلة أهل الطريق تنتهي من كل وجه من جهة المشايخ والمريدين إلى ساداتنا أهل البيت رضوان الله عليهم، فجهات طرق المشايخ كلها ترجع عامتها إلى تاج العارفين سيد أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه أرضاه، وهو أخذ عن خاله السر السقطي، وهو أخذ عن معروف الكرخي، وكان سيدنا معروف مولاً خادماً لسيدنا علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن مولاتنا فاطمة الزهراء بنت مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثاً، الجزء له حكم الفرع، الجزء له حكم الكل، أو إن شئت قلت الفرع له حكم الأصل. أمرنا الحق سبحانه وتعالى بالصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فجاء ساداتنا الصحابة الكرام وقالوا: يا رسول الله، عرفنا السلام عليك أي في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: قولوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، الصلاة الإبراهيمية المعروفة، ومن غير أن نذكر السيادة، وإنما ذكرناها تعظيماً وإجلالاً للجناب النبوي الكريم. والموقف اللطيف الجليل العظيم أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة عليه وحده ولم يذكر الآل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه.
فحينما قالوا كيف نصلي عليك؟ قال صلوا على آله، ليظهر أن الصلاة على آله إنما هي عين الصلاة عليه، بل ليظهر أن آله رضوان الله عليهم مطوون في ذاته الشريفة وفي نوره صلوات ربي وسلامه عليه. فلما قال صلوا على محمد وعلى آل محمد، على وقوف عند اللفظ النبوي الكريم، كان تبياناً لقوله سبحانه صلوا عليه، فكانت الصلاة على الآل رضوان الله عليهم هي عين الصلاة على سيد الوجود صلوات ربي وسلامه عليه، ليفهمهم أن أي إحسان إنما هو أي إحسان لساداتنا أهل البيت إنما هو إحسان له وبالعكس. وهذا الفهم الجليل اللطيف إنما فهمه الصحابة الكرام قبل أن يقوله صلوات ربي وسلامه عليه، بل بمدده وتربيته، لأنه جاء في صحيح البخاري، أقول جاء في صحيح البخاري أنه عندما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاءوا وقالوا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فلم يقل صلوات ربي وسلامه عليه، إنما قال الله صلوا عليه، فلما تقولون كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ بل أقرهم على هذا الفهم الذي فهموه من أن الصلاة على آل بيت رسول الله إنما هي عين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا من أجل وأعظم مظاهر التعظيم والإجلال. النقطة الأخيرة في هذا المدخل زوجاته الكريمات. روى الإمام أبو داود في سننه والإمام البخاري في التاريخ الكبير من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى الحسنات الثقيلة إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. نص نبوي يقطع أي خلاف في أن ساداتنا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من عموم أهل البيت الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بمودتهم. فمن أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت أن يقول اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين. المبحث الأول أيها السادة ومضار هذا المبحث في عقيدة أهل السنة والجماعة، لأننا إنما نتعلم محبة ساداتنا أهل البيت من سيرة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فهم الذين عايشوهم ورأوا تعظيم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنابهم وأمره بمودتهم، فنقلوا ذلك للأمة مقالا وحالا. فقد روى الإمام البخاري عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أرقبوا محمدا في آل بيته، أي راقبوه في آل بيته واشهدوه في آل بيته وأحسنوا إلى آل بيته لأنكم تحسنون إليه وأحبوهم لأنها عين محبته. بل روي عنه كذلك في البخاري أنه قال رضي الله عنه أول خليفة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي، أحب إلي من أن أصل من قرابتي، أصل قرابة رسول الله أحب إلي وأعظم من أن أصل من قرابتي. إنه كمال الإيمان الذي أشار إليه سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم كما في شعب الإيمان للإمام البيهقي أنه قال لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته وتكون ذاتي أحب إليه من ذاته وأهلي أحب إليه من أهله. مظهر حقيقي لما عاش عليه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أما عن الفاروق رضوان الله عليه فقد روى الدارقطني في سننه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لمولاتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها ما من الخلق أحد أحب إلينا من أبيك صلى الله عليه وسلم وما من أحد أحب إلينا منك بعد أبيك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بل إن هذه المحبة العمرية التي نطق بها لسانه واجتمعت في قلبه كان لزاماً أن تظهر على جوارحه، وذاك الذي وقع. روى الإمام ابن حجر في الإصابة وابن سعد في الطبقات عن سيدنا عبد الله عن سيدنا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكرم وجه أبيه أنه قال
قال لي عمر بن الخطاب: اجعل تأتينا، يعني ائتينا إلى مجلسنا في مجلس الخلافة والإمارة. قال: فجئت يوما فوجدته خاليا بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فجاء عبد الله بن عمر فلم يؤذن له فرجع فرجعت، فلقيني عمر بعد ذلك فقال: لما لم تأتنا؟ فقلت: جئت يوم كذا وكنت خاليا بمعاوية، وجاء ابنك عبد الله فرددته ولم تأذن له فرجعت. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: أنت أحق بالإذن من ابن عمر، أنت أحق بالإذن من ابن عمر، فوالله ما أنبت ما ترى في رؤوسنا إلا الله ثم أنتم. ما أنبت في رؤوسنا، إشارة إلى العز، والله ما صرنا أعزة إلا بالله ثم بكم، وأنت أحق بأن يؤذن لك من أن من ابني، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكتمل إيمان أحد حتى تكون عترتي أحب إليه من عترته. أما ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، فيكفيه علامة على تعظيمه وإجلاله لأهل البيت أن رضيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا كريما مكرما لابنتيه الطاهرتين الشريفتين سيدتنا رقية، ثم لما انتقلت إلى رحمة الله زوجه بأختها سيدتنا أم كلثوم رضي الله عنهم جميعا، ثم لما انتقلت إلى رحمة الله توجه صلى الله عليه وسلم بتاج معرفة حق أهل البيت وأنه الكفء الأكمل لذلك، فقال كما في الطبقات لسيدنا عثمان رضي الله عنه: والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها. هذه بعض مناقب ساداتنا الخلفاء، والتي نكتفي بالثلاثة، إذ أن رابعهم رضي الله عنه وكرم وجهه من صلب أهل البيت، بل هو أهل عنصر أهل البيت رضي الله عنهم جميعا. وهذه سيرة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في محبة وإجلال وتعظيم ساداتنا آل بيت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء زمن التابعين فلم تتغير أحوال المسلمين في التمسك بحبل الله المتين، وخاصة علماء وأجلاء ذلك الجيل المشهود له بالخيرية. روى القاضي عياض في الشفاء عن سيدنا عبد الله المحض ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصبط ابن مولاتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها قال: أتيت عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين وسيد التابعين رضي الله عنه، قال: أتيته في حاجة من حاجات الرعية مع الراعي وهو أمير المؤمنين، فقال لي: إن كانت لك حاجة فأرسل إلي أو اكتب إلي بها، فإني أستحي من الله أن يراك واقفا على بابي. أمير المؤمنين يقول لأحد رعيته: أرسل إلي لآتيك، هذا معناه، أرسل إلي أنا الذي آتيك لأنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تريد هذا فلا فأرسلها مع أحد ولا تأتيني، لأنني لا أريد أن يقف ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم على بابي ينتظر حاجة، وهو أحد رعيتي، لأنه يعلم رضي الله عنه أن الخلافة التي آلت إليه والإمارة التي كان فيها إنما جاءته ببركة جده صلوات ربي وسلامه عليه. ثم جاء زمن تابع التابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين أصحاب المذاهب، فلم يكونوا ليحيدوا أو يخالفوا نهج مشايخهم رضوان الله عليهم من أعلام التابعين. فهذا الإمام الأعظم سيدنا أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه صاحب الإمامين الجليلين سيدنا جعفر الصادق ومحمد الباقر، وكان يقول: صحبتهما فوالله كنت أشم منهما رائحة النبوة. وصحب سيدنا جعفر الصادق لازمه وأخذ عنه العلم وجدد عليه مذهبه وكان يعظم أهل البيت، كما يقول الخطيب البغدادي، يقول: كان يعظم أهل البيت كثيراً ويتقرب بالإنفاق على المتسترين منهم، أي في زمن الفتنة والظاهرين، وكذلك كان يفعل ويحث عليه أصحابه، أي يفعل ذلك ويربي أصحابه على ذلك. أما إمامنا مالك رضي الله عنه وأرضاه فقد سئل عن التفضيل بين من قيل بنبوتها سيدتنا مريم عليها السلام وبين مولاتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فأطرق رأسه ملياً ثم قال: والله ما كنت لأفضل على بضعة رسول الله أحدا، والله ما كنت لأفضل على بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ولو قيل بنبوتها.
أفتى رضي الله عنه وأرضاه بعدم مرور أو مضي طلاق المكره، فأولت هذه الفتوى من الدولة العباسية، فأمر والي المدينة جعفر بن سليمان العباسي الذي ينتهي نسبه إلى سيدنا العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفتى بضربه وجلده رضي الله عنه، فجلد رضي الله عنه وأرضاه تحت السياط حتى أغمي عليه وكاد أن يموت، وحمل مغشيا عليه إلى داره، فلما أفاق أول كلمة نطق بها: أشهدكم أن ضاربي في حل، أني عفوت عن ضاربي، عن ذاك الوالي. فلما قيل له: لما كان هذا أول كلامك؟ قال: خشيت أن أموت، لتعلم المنزلة التي بلغها تحت السياط. قال: خشيت أن أموت، فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحاسب الله أحد آل بيته بسببي. أين هذه المحبة؟ أين من يدعي الانتساب إلى أهل السنة والجماعة من هذه المحبة التي كانوا عليها رضوان الله عليهم؟ يعلمنا أن إسقاط الحقوق مع ساداتنا أهل البيت هو عين المودة التي أمر بها سبحانه لما قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أما الإمام المطالبي الهاشمي سيد محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، فقد اشتهرت محبته لساداتنا أهل البيت اشتهارا عظيما، حتى اتهمه من لم يذق ما ذاقه من الهوى والمحبة أنه قد زاغ عن مذهب أهل السنة والجماعة، وحاشاه من ذلك، وهو إمام من أئمتهم. كان يرى رضي الله عنه وأرضاه أن من لم يصلي على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية في الصلاة المفروضة بطلت صلاته، ويقول: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. بل كان رضي الله عنه وأرضاه يرجو النجاة يوم القيامة، لم يكن يرجو النجاة يوم القيامة بعلمه ولا بعمله ولا بتقواه ولا بنشره للعلم وصلاحه، وإنما كان يرجوها بساداتنا أهل البيت رضوان الله عليهم، ويقول: آل النبي ذريعتي، ذريع الوسيلة، آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي، أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي. أرجو أن أعطى صحيفتي لا بعملي وتقواي وعلمي، وإنما بحبي ومودتي لهم. ويعتذر لمن لم يفهمه فيقول: لئن كان ذنبي حب آل محمد فذلك ذنب لست عنه أتوب، لأنه عين ما يتقرب به إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما جبل السنة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، فقد ذكر الخطيب البغدادي أنه كان إذا جاءه شيخ أو حدث صبي صغير من قريش أو من الأشراف قدمهم بين يديه، أي أجلسهم بين يديه، وقد أجلسهم في صدر المجلس، وقام وخرج وراءهم إذا هم خرجوا، من سمات التعظيم والإجلال لكبيرهم وصغيرهم. وروي عنه أنه كان يقرب إليه رجلاً يسمى عبد الرحمن الأسدي، وكان الرجل قد اتهم بأنه قد زاغ عن مذهب أهل السنة والجماعة وغالى في حب ساداتنا أهل البيت رضي الله عنهم، إلا أنه كان ثقة، فكان يلام سيدنا أحمد بن حنبل من تقريب هذا الرجل، فإذا لاموه قال رضي الله عنه وأرضاه: سبحان الله، رجل أحب قوما من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له لا تحبهم وهو ثقة. تعليم بالأقوال والأفعال على أنها سيرة الصحب الكرام رضوان الله عليهم. ونختم سادتي المبحث الأول بذكر حال أهل الطريق مشايخ التربية والسلوك مع ساداتنا أهل البيت رضوان الله عليهم. يقول القطب الكبير سيدي أحمد الرفاعي رحمه الله ورضي عنه في أحد وصاياه: ووصايا المشايخ الكمل صالحة لكل زمان ومكان، لأنها مستمدة من القرآن والسنة. يقول: نوروا قلوبكم بمحبة آله الكرام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فهم أنوار الوجود اللامعة وشموس السعود الطالعة، من أراد الله به خيرا ألزمه وصية نبيه في آله، فأحبهم واعتنى بشأنهم وعظمهم وحاماهم وصان حماهم وكان لهم مراعيا ولحقوق رسوله فيهم راعيا. والمرء مع من أحب، ومن أحب الله أحب رسوله، ومن أحب رسوله أحب آل رسوله، ومن أحبهم كان معهم وهم مع أبيهم صلى الله عليه وسلم
فقدموهم عليكم ولا تقدموهم وأعينوهم وأكرموهم يعد خير ذلك عليكم، يعد خير ذلك كله لا عليهم، لأن الله أغناهم، ولا على سيد الوجود صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما يعد ذلك عليكم. ويقول إمام الشعراني في اليواقيت والجواهر: ويجب اعتقاد وجوب محبة ذرية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامهم، وهم الحسن والحسين أبناء سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأبناؤهم إلى يوم القيامة، وأن نكره من آذى شريفاً وهجره ولو كان من أعز أصحابنا، لقول الله سبحانه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ويقول في المنن الكبرى: ومما من الله به علي تعظيمي للأشراف، وإن طعن الناس في نسبهم إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا على غير قدم الاستقامة، لأن الابن العاق يرث من أبيه، وخروجهم عن طريق الاستقامة لا يخرجهم عن نسب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يردهم ذلك إليه أبدا. قل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولقد مر معنا قريبا سادتي قول إمام منا مالك رضي الله عنه وأرضاه في أن إسقاط الحقوق بين يدي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كمال مودتهم، وهو ما يدخل السرور على قلب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي بعده بخمسة قرون إمام من أئمة أهل الطريق، الإمام الأكبر سيد محي الدين بن عربي رضي الله عنه وأرضاه، ليثبت ذلك المعنى الذي كان من إمامنا مالك، وليرسخ ذلك الفهم على أنه عين المودة. فيقول رحمه الله ورضي عنه في الفتوحات المكية: وإنما كلامنا في حقوقنا وما لنا أن نطالبهم به فنحن مخيرون، فإن شئنا أخذنا وإن شئنا تركنا، والترك أفضل. هذا في عامة المسلمين. ثم يقول: فكيف بأهل البيت؟ فإنا إذا نزلنا عن طلب حقوقنا وعفونا عنهم في ذلك، أي فيما أصابوه منا، كانت لنا بذلك عند الله اليد الزلفى، أو المكانة اليد العظمى والمكانة الزلفى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل منا المودة في القربى، ما سأل منا إلا المودة في القربى، وفيه سر صلة الأرحام. ومن لم يقبل سؤال رسوله صلى الله عليه وسلم فيما هو قادر عليه فبأي وجه يلقاه غدا أو يرجو شفاعته؟ وهو ما أسعف نبيه صلى الله عليه وسلم فيما طلب منه من المودة في قرابته، فكيف بأهل بيته وهم أخص قرابته؟ ويقول سادتي في موقف آخر جليل عظيم في الفتوحات دوما: فلو صحت محبتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أحببت أهل بيت رسوله، ورأيت كل ما يصدر منهم في حقك مما لا يوافق طبعك ولا غرضك، أي مما يؤذيك، أنه جمال محض تتنعم بوقوعه منهم، فتعلم عند ذلك أن لك عناية عند الله الذي أحببتهم من أجله، حيث ذكرك من يحبه أهل البيت، وخطرت على باله وهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ذكروك بذم أو نقص. فتقول: الحمد لله الذي أجراني على ألسنتهم، وتزيد لله شكر على هذه النعمة، فإنما ذكروك بألسنة طاهرة بتطهير الله تعالى طهارة لن يبلغها علمك. انتهى كلامه، وهو يريد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ظهر أيها السادة واتضح جليا أن عقيدة ساداتنا أهل السنة والجماعة التي حمل رايتها الأئمة الأربعة ومشايخ التربية والسلوك ووارثوها عن أحوال وأقوال ساداتنا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، هي التفاني في حب ساداتنا أهل البيت رضوان الله عليهم جميعا. المبحث الثاني والأخير أستفتحه بعد إذنكم سادتي بقول مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله، فيما رواه الترمذي والبخاري في التاريخ، أحب الله لما يغدوكم به من نعم، وأحبوني لحب الله لي، وأحبوا أهل بيتي لحبي. عطف حبه وحب آل بيته على النعم، ليقول بلسان الإشارة: أحب الله لما يغدوكم به من نعم، فإن سألتم عن أعظم النعم فأنا أعظم النعم، فأحبوني لحب الله، وإن سألتم عن أعظم النعم بعدي فأحب أهل بيتي لحبي، فإنها أعظم نعمة بعد نعمته صلوات ربي وسلامه عليه. وأستسمحكم سادتي في عد بعض النعم التي أخبرنا بها هو صلوات ربي وسلامه عليه. نعمة الإيمان، إذ لا يخفى على أحد
أن محبة سادات أهل البيت رضوان الله عليهم شعبة من شعب الإيمان، بل من أعظم شعب الإيمان، والشعبة هي الطريق الموصل إلى المراد. فلا يصل العبد إلى كمال الإيمان حتى يحبهم ويجلهم ويعظمهم لقرابتهم ممن أتانا بالإيمان صلوات ربي وسلامه عليه. فمن وجد في قلبه تلك المحبة فليبشر بأنه سيصل قطعاً بتلك المحبة إلى كمال الإيمان. روى الإمام الترمذي وصححه والنسائي عن سيدنا المطلب بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل قلب امرئ مسلم إيمان، لا يدخل قلب امرئ مسلم إيمان حتى يحبكم لله ولقرابته. النعمة أخرى نعمة الهداية والبقاء. جعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسك بساداتنا أهل البيت رضوان الله عليهم سبباً للهداية والابتعاد عن الضلالة والغواية، وقارن ذلك بكتاب الله سبحانه وتعالى، فقال فيما رواه الترمذي والنسائي وصححه من حديث سيدنا زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهم أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. هذا الحديث الجليل يحتاج وقفات ووقفات، لكن باختصار، لقد روي عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كذلك أنه قال: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وقال هنا كتاب الله وعترتي. والحديث الأول في الترمذي والثاني في مسلم، وحديث الترمذي أصح سندا، وحديث مسلم تكلم في سنده وكليهما صحيح، إلا أن ما الحكمة في أنه قال مرة آل بيتي وقال مرة سنتي؟ قالوا لأنه أراد أن يقول بطريق الإشارة: إن كنت قرآنا يمشي فوق الأرض كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، فإن آل بيتي سنة تسير فوق الأرض. فإذا أردتم أن ترون السنة في أبهى صورها فانظروها في أخلاق آل بيتي، فإني تركت فيكم كتاب الله وتركت فيكم آل بيتي تتعلمون منهم السنة التي فهمت من الحديث الآخر. وفي الحديث إشارة أخرى، وهو أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر الأمة بأن تتمسك بشيء يزول إطلاقاً وأبداً، فما أمرنا أن نتمسك بكتاب الله إلا لأن المولى عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلن يدخله التغيير والتبديل وسيبقى إلى قيام الساعة. ثم قال: أن تتمسكوا بآل بيتي، فهو يقول إذن: إنما أمرتكم بالتمسك بهم لأقول بين السطور، لأقول بلسان إشارة: حذاري أن تظنوا أن هذا النسل الشريف، أن هذه النطفة الطاهرة، أن هذه العترة النبوية تنقضي يوماً ما، إنما بقاؤها منوط في أننا أمرناكم بأن تتمسكوا بها، فهي باقية ببقاء الكتاب. فما دام الكتاب يتلى وما دام آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودون يتمسك بهم إلى قيام الساعة. نعمة الانتفاع في الآخرة والفرح بذلك. روى الحاكم في المستدرك عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل سيدنا علي كرم الله وجهه أن يزوجه ابنته سيدتنا أم كلثوم بنت مولاتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، فقال سيدنا علي: إنما أترك بناتي لأبناء سيدنا جعفر لأبناء أخيه. فقال سيدنا عمر: والله ما أريد من هذا الزواج إلا أن يكون لي صلة بمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعته يقول: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، وأريد أن يكون لي نسب وسبب بمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزوجه سيدنا علي، وهو ثاني خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبشر بالجنة، والذي وضع كل ذلك جانباً وسعى لي أن يكون له نسب متصل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعمة الجزاء الباقي. أخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن نكافئ من أسدى إلينا معروفاً، فقال: من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه. فإذا نحن أسدينا معروفاً إلى ساداتنا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكافئوننا؟ ما هي المكافأة التي تكون منهم؟ لقد اختص صلوات ربي وسلامه عليه بتلك المكافأة، وتحملها عن ساداتنا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحملها عن أولاده،
ولم يرضى لك أيها المحسن إليهم أن تكون مكافأتك في الدنيا الفانية بعطاء فاني، بل كافأك عليها في الدار الباقية بعطاء باقي. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: من صنع إلى أهل بيتي يداً، من صنع إلى أهل بيتي يداً كافأته عليها يوم القيامة. أنا الذي أكافئه عليها لا آل بيتي، لأنه إنما صنع تلك اليد لي حقاً، وأكافئه عليها في دار البقاء مكافأةً لا تزول. رحم الله الإمام البصيري لما قال في سادات أهل البيت: سدتم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء. سدتم الناس بالتقى وسواكم صار سيداً بالذهب والفضة، وهو المعنى الظاهر والواضح. ولقد بلغنا عن محي الطريق شيخنا سيد محمد بن القائد قدس الله روحه أنه قال في شرحه لهذا البيت من الهمزية: سدتم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء، أي صار سيداً بالذهب والفضة، سودته البيضاء والصفراء لما أنفقها عليكم. حين أنفقها عليكم صار سيداً، وكيف لا يصير سيداً وسيد الوجود يكافئه عليها يوم القيامة. نعمة المعية، النعمة التي أفرحت الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، والتي قال فيها الصحابة رضوان الله عليهم حينما قال صلوات ربي وسلامه عليه: يحشر المرء مع من أحب، ما فرحنا بشيء بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرحنا بقوله يحشر المرء مع من أحب. هذه المعية الكبرى أعطاها صلوات ربي وسلامه عليه لأحباب آل بيته رضوان الله عليهم في كل زمان، فقال فيما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي من حديث سيدنا علي كرم الله وجهه: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما، هذين سيدنا الحسن والحسين، من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة، كان معي في درجتي يوم القيامة. وإنما قال أباهما وأمهما ليشير إلى الأصول والفروع، فمن أحبهما ومن أحب آل البيت والأصول مهما علت وأحب الفروع مهما نزلت كان معي في درجتي يوم القيامة. وحق المصطفى لي فيه حب، إذا مرض الرجاء يكون طبا، ولا أرضى سوى الفردوس مأوى إذا كان الفتى مع من أحب. ختاما أيها السادة، النعمة الأخيرة فيما ذكرناه، وإلا فنعم ساداتنا أهل البيت لا تنتهي، نعمة المحبة الإلهية. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، لأنك إن أحببت أحببت على قدرك، وإن أحبك أحبك على قدره. وسيدنا أبو حسن الشاذلي رضي الله عنه كان يقول في دعائه: اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت، فإنه لا يضر مع الحب منك شيء، كما لا ينفع مع البغض منك شيء. هذه المحبة الإلهية التي تنافس فيها الأكابر وانطوت منهم على تحصيلها الأشباح والأرواح، أعطاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاناً لمن أحب ساداتنا أهل بيت رسوله رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فقال فيما رواه الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى سيدنا الحسن وسيدنا الحسين عليهما السلام وقال: هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. هذا ابناي وابنا ابنتي، فاللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. والوقفة الجليلة هي أنه لم يقل صلوات ربي وسلامه عليه: هذان الحسن والحسين، لأنه لو قال هذان الحسن والحسين فأحبهما وأحب من يحبهما لاقتصر المعنى عليهما فحسب، لكنه لما أكرمنا فقال: هذا ابناي وابنا ابنتي فأحبهما، انسحبت تلك المحبة إلى كل أبناء ابنته إلى آخر من إلى آخرهم في الإسلام إلى يوم القيامة، وانسحبت محبة الله سبحانه لمن أحب أبناء ابنته رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجباه، إن لم أكن منهم فلي في حبهم عز وجاه. أخيرا أيها السادة، خلاصة ما ذكرناه في نقاط مختصرة أقول: ساداتنا أهل البيت نعمة عظمى أنعم الله بها على الوجود كله تبعا لنعمة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
محبة ساداتنا أهل البيت انتقلت جيلاً عن جيل من الصحابة الكرام إلى التابعين إلى تابع التابعين إلى الفقهاء المجتهدين إلى أئمة الطريق العارفين، وستبقى في الفرقة الناجية إلى يوم الدين. ثالثاً، عقيدة أهل السنة والجماعة هي محبتهم من غير تفريق بين محسن ومسيء لصلتهم بمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعاً، حب ساداتنا أهل البيت يسير بالتوازي مع حب ساداتنا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، لأنهم مدرسة تلك المحبة. وخامساً، تحتاج الأمة من علمائها سماع وفهم الأحاديث النبوي الشريفة الصحيحة في مناقب ومآثر وحقوق ساداتنا أهل البيت رضوان الله عليهم، تحصيناً للجيل الصاعد من أبنائنا ورفعاً للشبهات عن ساداتنا أهل السنة والجماعة. سادساً، إن الصلاة عليهم هي عين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وسابعاً، مودتهم شعبة من أعظم شعب الإيمان وطريق موصل إلى أعلى مقامات الإحسان. وثامناً، زوجاته صلوات ربي وسلامه عليه الطاهرات من آل بيته الواجب على كل مؤمن مودتهم ومحبتهم. تاسعاً، ما دام على وجه الأرض شريف فأهل الأرض في أمان. عاشراً، لا إيمان لمن لا محبة له في ساداتنا أهل البيت رضوان الله عليهم. 11، الأمر بالتمسك بهم دليل على بقائهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأخيراً، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المكافئ بذاته الشريفة لمن أحسن إليهم في الدنيا بمكافأة يوم القيامة. وختاماً، من أحب قوماً حشر معهم وأحبه الله سبحانه وتعالى، فاللهم إنا نشهدك أنك أكرمتنا بمحبتهم فضلاً منك سبحانك وتعالى، فضلاً منك من غير حول منا ولا قوة. فاجعل اللهم ما أكرمتنا به من محبة شافعة لنا عندك وعند مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لندخل في قوله صلوات ربي وسلامه عليه أحبهما وأحب من يحبهما. فاللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك الكريم وحب آل بيته الكرام وحب صحابته العظام وحب سادات المشايخ أهل السلوك والتربية وحب كل من تعلق بهذا الجناب الكريم حباً أعظم وأجل من حب أهلنا ودوينا وأقاربنا ومن حب الماء البارد على الظمأ. اللهم لا تجد في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لا لك فيها رضًا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها بلطف منك وعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واجزي اللهم عنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجزي اللهم عنا شيخنا سيد محمد عبد اللطيف، عنصر من عنصر الدوحة النبوية الشريفة، بهذه الدروس المحمدية التي هي وحدها مظهر من مظاهر كل ما سبق مما عرفناه من خدمة ساداتنا أهل البيت لجدهم الأعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفيه وعافيه، اللهم بارك لنا فيه، اللهم اجزيه عن الأمة الإسلامية خير الجزاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واجزي عنا ساداتنا العلماء على ما أكرمونا ويكرموننا به من أنوار وأسرار وبركات كلها في ميزان حسناتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، واشف اللهم ولي أمرنا فخامة الرئيس، خذ باللهم بيده وهيئ اللهم له بطانة الخير التي تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم بارك لنا في رمضان، بارك لنا اللهم في الصيام والقيام، وتقبله اللهم منا بالفضل والإحسان، وبارك اللهم لنا في ساداتنا آل بيت رسولك صلى الله عليه وسلم، واجعل اللهم محبتنا لهم شافعة لنا عندك. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.